قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب ونسوش ديروا جيم. نزار نزار اجا ولدك تخلي الله يرضي عليك. اجي 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 عطاك حليب هي خبزه ودرها في النعناع الله يرضي عليك. تريس فاق خليني عايشة. بغيت نقول لك صباح الخير الساعة 11 هادي. اش نوض غسل وجهك على ما نطرف لك البيت. الله يعفو عليك خلاص. الله يعفو لي يا مالي كنضرب الناس بالحجر. كتضرب نفسك كتضربني معاك. اش كتقصدي يا عائشه؟ صافي صباح الحال ونسيتي هضره البارح. اش من هضره؟ اش من هضره؟ بالحق الحاله اللي كنتي فيها البارح موحل وشاقه حتى على سميتك. الله يخليك يا عائشه الله يخليك. الصباح هذا عمرك ما غادي تفهمني لانك فين ما كتبوح لي باللي في قلبك الا وكتكون سكران ما عقلش. اييه ما عقلش ما عقلش. جاف الله عايشة عايشة. أنا راه عمري ما نتخلى عليك ولكن ولكن آش
ظروف عائشة، ظروف. غلطة ديالي أنا اللي اختاريت طريقك وضحيت من أجلك. ضحيتي؟ التضحية راه ولات كلمة غريبة، والدنيا كلها هي عبارة على ميزان مقلوب والعبار فيه مغشوش. ولكن كيبقى الحب. حتى هو غشوف يا عائشة، حتى هو. وأنا شنو ذنبي؟ ذنبك في أنك تطلبي من إنسان أعمى يقطع بك الطريق. عائشة بدلي ساعة أخرى. صباح الخير يا عائشة. فينك انت؟ اش هذا؟ ايه فين جاي هاجم؟ فين غادي هكذا مدرب؟ فين؟ ياك لاباس شنو كاين سي الحطاب؟ كتسولني واش هذيك الحاله اللي جيتي فيها البارح؟ مبهدل. هذيك حياتي وانا حر فيها، وانت مالك؟ الجيران كيتشكاو. ويلا بلاك الله في داك الحرم خوي لي بيتي شرب انت الماء القاطع. هذاك السوق بعيد عليك، ياك انت كراتك كتاخذها، ايوا شنو مازال باغي عندي؟ كراتي؟ اللي سمعك يسحب لي واش انا عايش بدوك جوج فرانك اللي كتعطيني. حمد الله اللي صابر عليك ومخليك ساكن في هاد الخربه هادي. ايوا هاد الخربه غير هني راسك، راني عمرني ما غادي نخويها لك. طير ولا تنزل يا كادري. واخا سيدي عند الفوره يبان الحساب، وعرف راسك في من درتيها. الحطاب هذا واجرك على الله. هلا استاذه، ميسيون اكومبلي. الله يعطيك الصحه. تاكدتي مزيان من العنوان؟ 100% استاذه. ولكن ما قلتيليش شنو سبب الاهتمام ديالك بهذا السيد؟ موضوع خاص. المهم تنشكرك. شكرا استاذه. انا ما عرفتش هاد لي مانتا اشنو كيديروا. اللبسه اللي لبسوها كتجي معاهم. الوصفه السحريه ماما هي الريجيم الرياضه. ما تفكريش فداك النهار ديال الرياضه. اش من نهار مشيت انا وحكيمه مرات الحاج نديروا لا مارش، كاين ناس يا الناس تبعونا واحد جوج الكلاب، هما يجريو وحنا نجريو، ما نفعتنا غير الطومبيله دخلنا ليها. واش غنقول لك بنيتي؟ حلفت على لا مارش وما يجي منا. باين لي ماما حطمت الركور داك النهار. الخلعه دارتينا جناوح، بغينا نديروا العدو الريفي، زخنا في العد الريفي. زوينه هادي. مساء الخير عليكم. مرحبا. انت سعيده ماما حوري. شوفي ديما هي اللي معطله. علاه علاش الهضره مع هاد الغزاله د الميمات؟ بقالو الوقت يدا في راسهم. هي نعلي من الصباح وهي مقابله دوك الكتابات، هالفصول هالقانون. انا كنت حابه محمد غتاخذ لك هذا الوقت كله. نقول لك ديري حاجه اخرى. ما كنشوفش نفسي في مهنه اخرى. اما محوريه خاتي المكونه راك عارفه اللي بدات المرافعه ديالها. المهم نخليكم انا غنمشي نلبس. اما محوريه ما قلتيش لي الراي ديالك بخصوص ايش؟ الاب ديال ليلى. ما عرفتش علاش نتوما مصممين باش هاد الاب ديال ليلى يحضر لضريب الصداق، ما عرفتش. شيء طبيعي مادام بابا عايش. انا عارف بان المساله محرجه، ولكن ليلى من حقها تشوف بها اللي غيبان لها هذه سنين. شتي ليلى هاد الاب بالنسبه ليها مات وانتهى. علي سمح لي ديما معذبك معايا. نو ما معذبانيش، المهم هو نوصلوا للنتيجة. كنتمنى العنوان اللي معايا يكون صحيح.
بنيتي يا بنيتي، واعطي الراحه لراسك شويه. منين جاتني الراحه امي؟ حتى حد ما حس بالله اللي كتكذب في قلبي. حتى انا غادي نبقى صابر. انا عارفك يا بنيتي ما عندك زهر مع الرجاله، انت يا مخطيه شي سحور ولا عندك شي حاجه. دريت امي كل يوم على حال، حيرني معاه ما بقيت عارفه اساسي من راسي، وعيت ما ندوي معاك. وانت اللي في راسك في راسك، ياك الحطاب ناوي المعقول ها، وما نعيبو حتى من شي حاجه. ايوا انت فايت فيك الجواج. ايوا الراجل راه ستر المراه. خلاص امي مسي سي عليا هاد الموضوع، هذاك السمسار ما واش من سهمي. ايوا تالي نغا تبقاي حاطه يديك على حناكك ومعرمه ليا هنا. مسا الخير على عائشة. مي محجوبة؟ شت عائشة مابقاش حملت حتى في جهتي. وخلاص أوليدي ما ديرش راسك فيها، ديرها ما عندها عقل. مالي مسطية ولا سيرة كلها في حوايجي. هضري مع مي محجوبة وقول لها تبعد من داك البوهالي ديال دريس. بزاف عليك حتى يكون بوهالي، هذاك راه سيدك. سيدي؟ ومنين جاتو؟ كون كانت منو الكينة كون راه داير الخير غير في راسو. عائشة أنا راني شاريك. انا ديال جاوبي هذيك اللي كتسول على السي كدريس. كيفاش شي حدا تتسول عليه؟ هادي شي قضيه بيناتهم صافي، هضر ما يكون عاد شي مصيبه عاوتاني. ما بساليش اصاحبي، صافي ما بساليش، صافي ما بساليش. اخت عائشه كان شي ما خديو بورطابل. شي ناس كتسول على دريس. ديك السيده جات كتسولني والله كما طلبتني ورغبتني في بورطابل، والله ما ندوي معاها. هي اش بغات عنده؟ جات كتسولني على دريس، كتقول لي فين كيطلع فين كينزل فين كيمشي. والله كما طلبتني ورغبتني مزيان في البورطابل، لا قلت لها فين كيمشي يشرب. ولقاتو معلومات القادره البورطابل واجرك على الله، واخا كيقولوا الريزو ناقص كنجيو يا طايره في السماء. اش بغات عنده؟ اش باغا عنده؟ جاب لها السي دريس وتلح عليه بواحد عناقه، بداو كيبكي هي تبكي ويبكي في المهندي طويل. ديك الساعه انا مشى ليا الريزو ما بقيت فاهم والو. يا ليلي يا ليلي يا عيني. خل هي قول ادخل. اهلا اهلا بلالة حورية، مفاجأة سعيدة هذه. الله يبارك فيك. ايوا لالة نسيبتي العزيزة، كنت يا لالة ملي بغيتي تجي تعلميني نوجد الحليب والتمر. بارك حتى الفرح ديال ولادنا ان شاء الله. مالك شتك متوتره؟ ياك لاباس، اشنو اللي شاغل لك البال؟ اللحظه اللي كنت متخوفه منها هذه سنين صهدها بدات يوصلني. اش من لحظه؟ دريس حتى قلت دفنت ودفنت الماضي معاه، هو يطلع ليا ثاني، بدا تيطاردني حتى في نعاسي. والسبب ولادنا مصممين ما يتضرب صداع حتى يحضر هو. صافي هادشي اللي شغلك؟ هادشي اللي شغل لك البال؟ انا خايفه غير اللي يحكي لهم على الماضي وما درنا فيه. وشكون بغى يصدقوا؟ انا عارفه بنتي راسها قاسح، اختو اللي قلبها عليا. انا ما مستعداش نخسر بنتي، ما مستعداش. كتعرف بان بنتي هي اللي عندي في حياتي. كلمتوا كلمتوا جلسي جلسي جلسي. لا تبارك الله عليك دونجيون، مسلمتك نص ساعه دروطار. جو ميكسكوز شيري، مي ساجيستي دان كا اورجون. هما تجي فيك غير انت. كيس تو فو سي لو ترافاي.
انا خايفه من هاد المصحه تولي لي شي نهار ضره. نو سوا ترونكيل قلبي ملكتي. بغيت نعرف واحد المساله مهمه. شنو حسيتي البارح الوقت اللي شفتي باباك؟ ما نخبيش عليك عالي، احساس كبير بالخوف كيملكني، لاني كنفتح ماضي نارو همدات ولا ترماد. ساس هادشي ديال نارو همدات وسنين وداكشي ومن على تحرق الراس. عارفه ان هادشي ما تهمكش. انا ما بغيتش نقول هاد الكلام، اللي بغيت نقول لك وانه غادي ندخلوا لواحد المشاكل حنا بعاد عليها ليلى. اش من مشاكل؟ شفتيش مامك البارح الوقت اللي جبت لها الموضوع؟ قول لي الناس اللي سولوا على دريس مازال غادي يرجعوا؟ ما فيهاش شك، انا كبالي بيناتهم شي فيلم هندي طويل. اجي هو واخا هي صغر منه. صغر منه؟ راهم صغارات ودايرين العجب المتعجب. انا المهم عندي هو عيشه بغيت تكره دريس، ما تبقاش تحملو، تحيدو من دماغها. ما تخممش، الخبزه وصلت للفران وما يخصش انا زدت شويه من عندي. واش عيب الله تفضل عليا سكيري ديال الخلا؟ وانت انت صاحبي مره ورده مره كادو مره دار ريستورون وماش تلعب بحال هذا البورتابل هذا. انت غادي تدخل سوق راسك وغادي دير داكشي اللي قلت لك عليه، سمعتي ولا لا؟ صافي طق مني. الحاجة هادشي عادي يلاه وصل. ميرسي سيزي موسو دوسي تو دو سويت اسيد الحاج. تبارك الله عليك بابا ان فغي ادمينستراتور. جافو كو جو سوي تري اكزيجون فيك بيرسونيل مي السير المحكم هو اصل كل نجاح. انت بابا عندنا هنا 26000 ما مخلصاش، هذه 23000 ما مخلصاش، مسوحيدو لي 6% عباد الله ما عرفتش علاش. صافي صافي خليها تشد الفاكتورات. قول لي شنو درتي في قضيه لا بريباراسيون ديالك انت ديال داك الشيء ديال العرس والجواز ولا زعما بغيتي دير بحال ديرنا بحالنا بحال ايوه الناس حتى لاخر اللحظه عاد صيفط ليا شي دعوه. لا انت الخير والبركه بابا، واش عارف انا بلا ذكرى ما نعرف ندير حتى شي حاجه. المهم انا كنقوم غير بالواجب اللي كيحتموا عليا دوري كأب. اللي خدك عليا بابا اللي رونديفو ديال الليلة نسيت، سمح لي يا بابا نشوفو في العشية في الدار. باي باي. هاي السلام الله يهنيك. واش انت متأكدة من هادشي اللي كنديرو فيه؟ شوف عالي، إلا ما كانش كيهمك أمري يمكن لك تنسحب. نسحب؟ نخليك مع راجل مازال ما كنعرفوش. بابا ماشي أي واحد. أنا اللي بغيت نقول هو أن هاد السيد مازال ما كنعرفوش كيفاش داير ولا كيفاش كيفكر، سيتو؟ ما نخبيش عليك عالي، إحساس كبير بالدم كيمكني كل ما جات صورتو قدام عيني. رغبة قوية كتدفعني باش نعنقو، نسميه بسمية بابا. وكلاً
نقدم لك علي خطيبي. صافي سيدي. شرفي. اهلا وسهلا. تفضلوا. تفضلوا. اليوم بقيت كنفكر واش غادي تشرفني باللقاء ديالك ولا لا. الحقيقه انا كنت مقرر ما نحضرش، ولكن بما ان الظروف حرمتني من مسائل كثيره بغيت شيء تحرمني من بنتي العزيزه. وقيلا غادي نخليكم واحد دقيقه الا سمحتوا لي. تفضل. شكرا. هنا عائشة، سقي لي عودتك. قصة طويلة وفيلم هندي عمرو ما غيتقال. شوفي ديري يديها في يديه. هي لقيت حبيبي في البرا. بابا فاش كتخمم؟ كنخمم غير في علي خطيبك وزعما في المستوى واش يستاهلك. علي يا بابا ما عندي ما نقول فيه. بصحتكم. بصحة. ما قلتي ليش عائلة فين كتمارس؟ في شي عيادة ولا غير مع المخزن؟ باردون، أنا كنعتبر نفسي محظوظ كون الأب ديالي مدير إداري بمصحة خاصة. تبارك الله تبارك الله. مزيان، هادشي كيزيد يطمئني على مستقبل بنتي. معلومة بابا، عائلة صفوري ومن لا يعرفها. شنو قلتي؟ صفوري؟ صفوري المدير الإداري ديال مصحة هيبوكرات. تماما. بابا لا لا تعيش، أنا من رأيي صاحب الحقير تحتك الدم الواقع. السيد راه زاغ وخرج رجليه من الشواري. خلاص يا زبيدة ما تزيديش على ما بيا، جيت نشكي عليك همي بغيتي تزيدي تفقصيني. وبقى الا اللي حاطه لي يدك على خدك حتى تبان لك ديك الكرش، وديك الساعه تعرفي الفقايس كيف دايره. واش بغيتيني ندير؟ غلطه العمر هادي وانا سي راه كنادي في الثمن. واجهيه ضربي ليه الضر، قولي ليه يدير لك شي تاويل ويسرك من الفضيحه. كرامتي ما كتسمحش لي نرمي راسي على انسان ما راغبش فيا. كرامتك اويلي على الكرامه، ما فكرتيش في راسك، فمي محجوبه في كلام الناس. مشى ليه الريزو عاوتاني؟ واخا كيمشي الريزو كتجيب خبيرات من داك الشرفة. قول لي شفتهم جوج كيتعشاو في الريستور؟ هادشي فيه الشك، البورطابل هذا وجرك على الله. واخا كيقولوا الريزو كيمشي ليا مرة مرة، السي كدريس طاح فيه البلان تقالت ليه التعبئة. اسمع البورطابل إلا مشى حتى تحقق هادشي اللي عندي في بالي غنشري لك البورطابل ديال بصح كيف يبري وحسن من هذا وتكلم كيما بغيتي يا ولدي. البورطال الو ليلى تي سي او موان سكو تي في. سبق لي وقلت لك ان هادشي كيهمني واقع ويلزمك تتعامل معاه كي كنتعامل معاه انا. ولكن على حساب من؟ على حسابي على حسابك على حسابنا بجوج ما تيهمش. ما عرفتش ليلى علاش ديما كتساوميني. هادي يا علي ماشي مساومه بل اختيار. الله يخليك يا علي، ما تخليش امر بسيط بحال هذا يبعد بيناتنا. انت عارفه بانني ما كنقدرش رفض لك اي طلب، وهادي هي نقطه ضعفي معك. انا سيدي حاج خاصك شي حاجه اخرى؟ لا 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 خير يا بابا. خير؟ مع السلامة.
شات الغوبه شا جاي تلقى على وجهك. لا والو بابا. كيفاش والو؟ لا 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 لا، هادي ماشي حال شاب كان عنده موعد مع خطيبته. لا 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 لا، اسمح لي. الحقيقه بابا انا حير. علي ماشي من عويدك تخبي عليا، انا رانا صاحبك قبل ما نكون باك. احكي لي ياك لاباس. غنيني شوي شوي غنيني وخدعي لي غنيني. انا عندك العيش مالك معدب راسك معدباني معاك سافين، تكوني انتي مولات الدار الشوار شوارك. واش معيتيش؟ ما كاينه غير انا في هاد الدرب ولا بنتك حيت قساوه ياك؟ هذا هو الجزاء ديال واحد كيبغيك. علاش دايره معايا بحال هكا؟ ولا انت من النوع اللي ما تيجي غير بالسيف؟ باش حسن مني انا داك السكيري باش تعرفي بلي هذا راه حطب ولا كيوقف في طريقه كيعفط عليه عفطه وحده ما يعقلش عليه. دابا تعرفي شكون الراجل فينا؟ دابا تعرفي شكون الراجل فينا؟ خذ بنتي ولي هي ام هدية. جمعتي لي دوك الوريقات والوثائق اللي قالت لك عليهم سعاد؟ هي بنتي موجودين. ها علاش بنتي بغيتي تنوضي علينا نار زمان هادي همدت وطفات؟ الحقيقة ام هنية عمرها ما كتدفن، مهما طال الزمان لازم ما تبان. والله يبين الحق. صافي يا زينب كملتي لاسيزي؟ وين مينيت؟ فوالا. يا علي افاس مو توسا. حاضر سيفي. بارفي. سيدريس المقال ديالك كان رائع وله قيمه علميه كبيره، من خلاله وضحتي امور كثيره كانت غامضه فيما يخص جراحات القلب وبالخصوص سبحان الله سيدريس فين وصلتي؟ صباح الخير دكتور. صباح الخير. انا هنا غير وكان ياك ما محتاج شويه الفلوس. لا 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 خيركم مغرقني. ولا ما مرتاحش معنا؟ بالعكس انا من نهار اشتغلت عندكم هنايا وانا مرتاح. اذا فين هي المشكله؟ المشكله هي بنتي ليلى. مالها ياك لاباس؟ ظهرات وبدات كتسولني على الماضي. هذا من حقها؟ هي ولكن انا اش غنقول لها على هاد 14 سنه اللي فاتت؟ بكل بساطه الحقيقه. الحقيقه؟ يمكن هذا هو السبب. اهلا بنتي العزيزه توحشتك والله ما عرفت واش باقا ساكنه في الدار ولا تحولتي للبير. ماما الله يهديك الله يلا غير كثرت الشغالات وخلاص. خلاص عليا من الشغالات كتخرجي مع سي حديك وما كترجعي حتى نصصت الليل. ماما راني ماشي دريه صغيره تخافي عليا. انا ما خايفاش عليك من الناس خايفه عليك من نفسك. شنو كتعني يا ماما؟ داكشي اللي معشش لك في راسك. ويلي الله ينعل الشيطان عاد بان لك باباك فين كان زمان هادي. ماما الله يهديك
اسمعي نقول لك، راك تضيعي وقتك في الخوال خاوي، وداكشي اللي كتهبشي فيه راه كبر منك. يا سيدي غير تهنى الله يهديك. قول لي بعدا البنت شحال في عمرها؟ ايوا انا فوزو فيت با كون هاني، واش حنا اول مره غنديروا هادشي؟ المسائل الاخرى اللي بيني وبينك حتى نشوفوا ورجليوها. احنا لا لا صاحبتي، وصحابني هاد قضية بابا كتاخذ منك هاد الوقت كله، كون كاع ما نشجعك. ماشي الخاطر يا اختي سعاد، قضية بابا بالنسبة لي راه قضية العمر، وأي فشل يمكن يقضي على حياتي كلها. حسن عوان ديك الأمي ما عندك مسكينة. فكرتيني في ماما، أمرها غريب محيرني. كيفاش؟ كل ما حاولت نجبد معاها الموضوع إلا وكتغير هي الموضوع بطريقة غريبة. الجواب على هاد الشي كله عند باباك، إلا كان هو مستعد يفتح معاك الماضي. كل شي بابا مسكين البارح غير سمع سمية صفوري لونه تبدل، خلانا ونض كيجري. لابد لابد ما مسك براس الخيط. وعلي؟ براءة بابا بالنسبة ليا فوق أي اعتبار. كنظن من لائق تصاحي علي بالحقيقة. ماشي دابا، أنا يلاه في البداية، وبصراحة الأمور مازال ما وضحت قدام عيني. أمي اللي في القضية خرجتيه؟ خديت موعد مع المحامي اللي كان مكلف بالدفاع على بابا. أنا هاد الشيطان وحضر لي مال، شهادة مال اللي طلبتي لنا واخا كاع تكون غتبيع النظر باش أحمو. أشوف بس وتكون دار من بغات، والله بقى لها التامين اللي بعتها لي. زيدي نشوف، زيد دابا الطعام كاير، ما راضي تنزل يسلم عليا. هذا راه مدير كبير ودو مالي، ما باغي حد يشوفو ولا يعرفو. واستالي نبيع في الحشيش؟ في كونتربوند؟ هاك الله خلينا ناكلو طريف الخبز مع السيد، باغي يدخل مستور ويخرج مستور. وادي راه خصك تفهمها وهي طايرة. يا عوني، ادخلوها مع راسك، هي على فهمتي باغي تردوني في هاد الحومة. شوفها زيد تكركب مع راسك. الله إلا كانت لي واخا نبيع فيها غير الدجاج. مالك ياك لاباس؟ شفتك بحال ما تفهمتيش معاه. لا غير قال لك غيدير العرس ديال بنتو في الصيف وبغى يخليها حتى لورا الصيف عاد يبيعها. خلاص عليا قران، هذا توا نحيرو معاه، ها هو اللي عنده الديور. طلع طلع يلا نشوفو جهة أخرى. سير من تحن سير ديالك، ما تبقاش ترجع عندي أنا كاع. تكركب. ليلى بابا اش اخبارك؟ تفضلي تفضلي. كيف درتي حتى وصلتي لهنا؟ اللي عنده فمو ما يتلف، وصحاب الخير موجودين. عسلامة. شنو هو سبب الزيارة وشنو المطلوب مني؟ المطلوب منك بابا هو تهدأ باش نقدروا نتفاهموا. لا أنا ما باغي نتفاهم مع حد، صافي أنا عييت عييت. أنا بابا ما كنلومكش، لأني عارفة الظروف والأسباب اللي وصلتك لهذه الحالة. ما عندك ما تخري في هاد الجريدة، الحقيقة ما كاينه شي هنا. ثم انتم علاش باغين تعرفوا هاد الحقيقة؟ علاش؟ اش باغين عندي؟ حرام عليكم، علاش ما تخليونيش نعيش كيف ما بغيت انا؟ علاش؟ انا ما طلب منكم والو، انا ما باغي منكم والو. صورتك بابا عمرها ما فارقت عيني، انت في المحكمة كتغوت بكل ما عطاك الله من جد بأنك بريء بريء. من ذاك الوقت صممت اني ندرس المحاماه باش ندافع على الحق ونصل المظلومين اللي انت واحد منهم يا بابا. امضر هذاك دريس اش درتي معاه؟ اختي واش درت معاه؟ ما درت معاه والو، انا صابره وصافي، حتى حل ما بغى يديروا معايا. واختي تا هو دارها بلا وادي، سمحي لي. خليها الله وصافي.
واش شفتو ملي طلعت عند الدريه ولا اللعيبه الدور؟ انا انت في حاضره الروبيو. الله يجعل السلامه، ماشي حاجه واقعه في الدار غير بلاتي عليك. ها البورطابل عيطي عليه في الخبر. بورطابل ماشي ياك لاباس، صوت الجوقه ياك ماشي مصيبه. مصيبه سيري الله يدينا ويجيبك على خير. كاينه شي مصيبه اكثر من اللي دار السيك دريس. اش كتقول؟ خطاب راجع معلي الجوقه باش يدير الشهود. ثم انا ما لقيتش التعبئه وما نقول الو دابا للبوليس. واش المصيبه؟ السيد ما بقاش عاجبينو البيران والقهوه، باغي يجيب لنا الشواته للدرب. كيفاش؟ كيفاش؟ السيده اللي كانت معاه في الريستورون ها؟ راه الفوق عنده في 9 ميطاج. فين الفوق؟ الفوق ها غتقال لي زيد شي اوراق. سير الله يدينا ويجيبك على خير. ايوا انا راه طلعوا لينا الفكره ما عرفتش شكون هما. شهاده حكانته، شهاده محمد، غادي تجي معايا الطبيب القطع، هذا خصني نشوف معاك اللي طالع لي الدار يا لالا. واخا لاله عايشة ما عندكش علاش تعجبي، راه هو الفوق. شحال من مرة كنت برا منك كنقول لك بعدي من داك الجلاخة ولا بغيتي تبعدي منه، إوا دابا طلعي تشوفي بعينك. قولها طلعي تشوفي، طلعي تشوفي. غتشهد معايا الروبيو العربي السي محمد، شهد معايا وأنت ولد إبراهيم، زيد أخويا معايا. الشقة ديالاش وقالوا بدريس دخل شي وحدة، وحدة ديالاش ولا على وحدة ديالاش شي درية تكون عايش شي درية. أبابا هادشي كله اللي كتقول فيه راه معقول وأنا مقتنعة به، ولكن ولكن ما عندك ما ديري، القضية خاسرة ما كاينلاش تمحني راسك بنتي. لا بابا اللي بغيت نقول هو أني باش يمكن لي نفتح الملف من جديد كيخصني نثير عناصر جديدة في القضية. كيخصك تعرفي أن لولا ماماك عمر الحس فوري ما كان ينتصر عليا. ماما؟ إيه ماماك اللي كانت غادي تطير بالفرحة لما توصلت بالورقة ديال الطلاق. وشنو علاقة ماما بالحس فوري؟ ماماك راه هي اللي عطات الحس فوري الوثائق اللي كنت بها كنهدو وضيعت من يدي السلاح، فطبيعي كان الحس فوري ينتقم. بدلوا لي الملف ديال المريضة بكل ما فيه من تحاليل ضرورية للعملية الجراحية، واعتمدت أنا مع الأسف على ملف خاطئ بلا ما انتبه وكانت الكارثة. المريضة ما تحملتش العملية وماتت بين يدي وحملوني المسؤولية. انت الروبيو خلاص كانت اليوم اللي كانوا طالعين غادي تشهد داكشي اللي شفتي واللي شفت عينك. ياك لاباس اش وقع؟ اش كاين؟ اش هاد الجرقة عايشة ياك لاباس؟ محزم شكوى ديال البن وكتقول منين جاني الدبان؟ عباد الله راني ما فاهم والو، قولوا لي شنو وقع؟ اش هاد الجرقة عايشة ياك لاباس؟ ياك الغدار، هذا هو جزائي، حسبتك كتبغيني؟ ساعة أنت قول لي راكد على الغدار. أنا راكد على الغدار؟ إيوا شنو؟ مخلي السيدة حاملة ومشيتي تقلب على وحدة أخرى. وأنت راه قال لك حاملة. حاملة؟ كيف كتسمع؟ عايشة. حاملة مني أنا؟ شتي أنت والله ما تستالد مع وحدة من عينيها، فضلتي على وحدة من بنات القهاوي. أنتم كلكم راه ما عرفتوش شكون هي هادي، هادي راها بنتي، بنتي ليلى، بنتي من لحمي ودمي. وناري تخلطوا لي العرارم. مشى لي الريز وأنا في هاد السطح صافي. يلا اللي عنده شي شغل يمشي يخليه، يلا فرتكوا عليا هاد الشوخة، يلا. وكثر شي أنت، أنت يا وجه النحس، يا وجه المصايب، والله ما تعطيني اتساع، يا تنعمل معاك اللازم، كتسمع ولا لا؟ يلا. تبعوه يلا. ما فهمتش يا ليلى، ياك لقينا بابا كاش مازال كنتسناو. انا مقدره موقفك ولكن دابا ما يمكنش يحدد حتى شي موعد. حتى لين غادي نبقاو في حال هذا الشكل؟ حتى لين علي كنظن ان طريقنا هنا غتفترق. اش كتقصدي بهذا الكلام؟ قصدي واضحة عالي، كل واحد يشوف حاله. كل واحد يشوف حاله وبهذا البساطة هذه. ياك ما غلطت في حقك علينا. ملي غادي توضح لك الأمور هذيك الساعة غتعرف علاش أنا خديت هذا القرار. والسر البديع يا لمع يقول.
زالت الضلوع ماما بقى ما نعستي كيفاش بغيتي يجيني النعاس وانا كنشوفك كتحطمي حياتك بيديك انا اجاك تصرف درتي مع علي ها اتصل بيك معلوم اتصل بيا بغيتي يبقى جالس كيتفرج تيفوت الفوت ماما حنا غير في مرحله الخطوبه والخطوبه ما هي الا تعارف ما تنسيش باننا كنعرفوا علي من زمان اسمعي بنتي هادشي راه ما تخليهش لراسي بغيت نعرف اشنو كيرج في دماغك لكني ثقي بيا راك كتلعبي بالعافيه غرت هنا يا اختي زينب القضيه ديال راجلك راه مربوحه 100% والجلسه غتكون نهار 15 فهاد الشهر والله العظيم ما عرفت ما نقدم ولا نوخر اكثر من جهدي راني دايره خلي ايمانك بالله قوي ونعم بالله وشحال اختي غادي تقام عليا هاد الشيء الله يهديك اختي زينب واش حنا بيناتنا الفلوس خيرك مغرقنا اختي ليلى الله يكمل ليك سعدك ونفرحوا بك انت وعلي ان شاء الله هذا الدوسي غادي يعاود يتحل من جديد لا 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 ثقي بيا على ان جميع الاوراق والدوسيات والمستندات والملفات كلهم في الحفظ الصون والمهم لا حوريه خليتك على خير هاد الساعه الله يهنيك جميله ارى هذيك رقعه السترنج انا سيد الحاج ايوا راك الشي طرح يكون فعلتك وشوفه هاد المره خويا غنخليك انت تغلب والو بابا هاد المره ما عندي خاطر اللعب ايوا خلاص تاني عليا الحياه راه هي هادي كلها صداع وكلها مشاكل علاش انت كتهز من تقلت الانسان راه في صراع دائم مع الزمان ومع الحياه نبغي العود ديالك يكون صلب وقوي ومتين ما تحنيش الراس لاي ريحه هبت عليك وما تثق الا في نفسك عمرك ما تثق بشي مخلوق هكذا علمني الزمان وهكذا نبغيك تكون ولكن بابا ما يخطر لكش في بالك المشاكل اللي كنت تخبط فيها مع ليلى هاد الايامات يودي الله يهديك واه ليلى خليها باش انت تصدع راسك خليها دابا تجي هي برجليها حتى لعندك وتطلبك وترغبك باش تسامح عليها على داكشي كله اللي درت لك يا وليدي علي رانا ما نبغيش نسافر وانت في هاد الحاله سافر ولاين بالسلامه وعلاش ما قلتيش لي من قبل باللي كنتي حامله حاولت نصارحك ولكن خفتك تدع مني وخليتو حتى النهار الجوقة وقدام الناس وعاد تلقتوا لي الخبر حتى بدعيت الله هو السبب في كل مجرى المهم ابتداء من اليوم حتى واحد ما غادي يبقى يقدر لا يتعرض لك ولا يقول فيك كلمه ناقصه بالحق الا قبلتي تزوجي بيا اش قلتي يا بنت الناس ويلي الحطاب انت ما تسافش اصحيبي ولا ياك لاباس ويلي الخدمه جات تلبيني ديك وانت ما كاينش فين هي الخدمه السي عباس واش عرفتي شحال في الساعه ولا لا تاينا سوي اعتمر حق راسك تاعي اسمع سريه الكبار بحالك ما عندهمش من حقو تار يوسف تعال شوف السيد راه كون راه مزير على شي سكنه راه نهار وما طال ويت سناك كون راه شرف في طوموبيلته اهلا سي سفول ألقيت لك واحد سكنة فاعلة تاركة من داكشي اللي عجبك منك للخلا واخا يموت بنادم أما كاينش يجيب لك الخبار خلينا دابا من هاد الهضرة وطلع طلع أنا سيدي رق سلام
يا جارة الوادي طربت وعاد دليما يشبه الأحلى ما من ذكرى. هذاك السيد كتعرفو؟ هذا دريس كاري لي بيت في السطح دار شي مصيبة. لا سمعت باللي بينكو بينو شي شنآن شي غيار لا غير شي صداع وخلاص. سير حطاب كي ظهرت باللي انا وياك كنحاربو في جبهة وحدة ضد عدو واحد سميتو دريس. هاد دريس كيخصنا نوجدو ليه شي خطة اللي نجيبوه على الزنافر وقد قد. انت شنو بينكو بينو؟ لا لا هذاك شي كيهمني. المهم انت اجدر لك في هذا الكلام اللي قلت لك. اش غنقول لك؟ فاش هاد خينا هذا انا مستعد ندير يدي في يد الشيطان. ها علاش؟ فضيحه اللي دار لي عمرني ما ننساها. اشكون الفضيحه؟ البنت اللي كنبغي عيشه بنت واحد السيده ساكنه عندي قال لك يا سيدي حامله منه وانا ما في خباري والو تابعها. انا باغي معاها المعقول اخويا. لا لا كراف الحطاب هادشي سي تري كراف. كيضر لي انا وياك قريتك غادي نتفقوا مزيان. اسمع اعطيني عقلك واعطيني ودنيك. هاد الدرس قلت لك خصنا نصوبوا ليه واحد الخطه اللي نصفيوها ليه قبل ما يصفيها لينا. الخطه ها كيفاش غتكون؟ اسمع مزيان. بربواتي ما يمكنش ماما قلبت لي في الوثائق ديالي. الحق هادشي ماشي غريب عليها.
عباس اش قالوا سي الحطاب؟ ما بانش شكل بورطابل وي العجابات هذاك اللي نهار وما طال ولا سخفك بحال نقول هذا عاد تالف علي انا سولتك على البورطابل انت تعاود لي على حياته اجي ياك البورطابل عنده بورطابل عيط لي في البورطابل راه يجيك البورطابل درك بان لي بلي ناشط مع راساتك وبغيت نفخ ليا دماغي انايا يا ويلي انا شكون جاي عند الاخر انت ولا انا اذكر الكلب وجد ذروات ها هو جاي لقاه فين مشيتي وانا خليتكم عندك طرشي اسمع لي خليتيني كنت زين اسمع اسمع شغنقول لك اسمع شغنقول لك نعم سي ادريس القاضي ايه نعم سيدي بس حوايجك يلا معنا معكم شكون سي البوليس البوليس ياك لاباس حتى تما غادي تفهم واخا سيدي دقيقه وانا معكم تفضل هذيك الله مو محجوبه الاعمر بيد الله اللي بغاها الله تكون ما يمكنش يكون بابا هو مولاد الفعله احياني ضحك لي على بنيتي يوم خلاني شفايا وضحك الجيران الزويده هذيك الله مو محجوبه كلام الناس فينا درنا او ما درناش المهم بنتك يحفظها الله وتنوض بالسلامه انا مزوقه بك طالعه راسي الطبيب انا مزوقه فيك سيدة محجوبة رحموني يا ناية محجوبة رحموني قال لك يخصك دوزي عندنا الإدارة الأمن باش تدلي بالشهادة ديالك شهادتي مشكون سيدي من غير هذاك الظالم ديال دريس هو اللي تعدى لي على بنيتي يا ربي تاخذ فيه الحق يا ربي دكتور سعيد ضابط الشرطة قولي يا دكتور كيف دايره الحالة ديال الضحية واش يمكن لينا نهضروا معاها شوية لا سيدي في هذه الحالة لا في غيبوبة هي أسيدي تيقو بيا راني ما درت والو هي ولكن دابا السيده راه في المستشفى في حاله غيبوبه وانت دابا كتقول لي ما درتي والو انا راه ما يمكن لياش نادي عائشه لكن انت اخر واحد اللي شتيها وانت اللي عندك دوافع قويه باش يمكن لك تنتقم لان تفضحتي وتعرفتي باللي انت اللي محملها هذه مؤامره ضدي ومولها ما يكون غير هذاك الحطاب إيه بالفعل الحطاب هو اللي بلغ عليك وكيقول بلي متأكد من هاد الهضره كذوب سيدي كذوب هذاك الحطاب راه هو العدو ديالي وهو سبب هاد المصائب كلها اذا هاد العداوه اللي بيناتكم اكيد عندها اسباب معلوم السبب هو عائشه لانها رفضت تزوج به رغم الاغراءات ديالو وفضلتني انا عليه هذا هو السبب الو شكون معايا اهلا سيد الحاج لاباس هلا يخطيك طبعا في خباري وضربه واش من ضربه الله يعطيك الصحه معلوم هذاك التهمه تابت عليه كيظهر لي
غادي يرتاحوا منه واحد لعشر سنين اخرى. الحطاب؟ ما الحطاب؟ هذاك يخدى فلوسه. لا 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 لا، هذاك غير تهني من جهته. صافي هو هذاك. ما تكلمي على خاطرك، خبرك بنجاح مهمته. ما فهمش اشنو باغا تقولي. عمرني ما كنت نصورك ما تكوني بهذه البشاعة. كنت كنعتبرك امي تالية. للاسف الواقع كذبني. وضحك لي. ما قلت لك كنتكلم على انسانة رمت وراها كل المبادئ والاخلاق. ما يمكنش ما يمكنش تكوني انتي ماما. سكتي. ضربي ضربي كما بغيتي، ولكن ثقي بيا بانني ما غاديش نسكت. ما غاديش نسكت. سي الحطاب، حنا كنعملوا الخدمة ديالنا والهدف ديالنا راه واحد. كنا كنقلبوا على شكون صاحب هذه الفعلة. ولكن يا سيد المفتش، اللي كاين رانا قلتو لكم دريس هو مولاها. ايه دريس، شحال هادي من عام هو ساكن عندك في داك السطح؟ 4 سنين يا سيد المفتش، ومن نهار سكن عندي وانا في المصايب وفي الصداع، ديما نجي سكران وديما الجيران تيتشكاو منه. جاوب على قد السؤال. 4 سنين نعم سيدي. في المحضر قلتي باللي عيشة كانت عندها علاقة بدريس غير شرعية وكانت حاملة منه، كان هادشي؟ والدرب كله في خبارو. وحتى دريس في خبارو. دريس؟ لا سيدي لا. قول لي انتظر في المكتب الاخر حتى نسير. نعم سيدي. سير حطاب. ها؟ كتعرف شي واحد اسمه بورتابل؟ بورتابل؟ ايه كنعرفو. واحد الهبيل ساكن في الدرب، كنعطف عليه مرة مرة. لا خدمة لا ردمة، مسكين ملي كنمشي نتخلص في الكراوات كندور معاه. يمكن لك تنصرف، ولكن ما تمشيش بعيد غادي نحتاجك. ها؟ واخا سيدي. كطلبي مني المستحيل اختي ليا. ونفرض قبلت نساعدك، كي غادي ندير حتى نوصل الوثائق اللي بغيتي؟ يا كلشي كدوز قدام عينك. حتى حاجه ما كتبقى عندي. الحس فوري سد على كلشي. وزيدوا بيناتكم، علاش دخلي في هادشي؟ قلتي ليا انك باغا ترجع لي الخاله درتفك. هذه هي المناسبه. عمر خيرك ما غنساه، ولكن انا غنخرج على خدمتي. انتي عارفه الحاله كيف دايره. غير تهناي، انا عمري ما غنتخلى عليك. المهم عندي هو السفور يطيح بين يد العداله. غير تهنا بابا، جهدي كله غنديرو ان شاء الله. غير وكان بغيتك تقولي فين كنتي ليله الحديثه. فين بغيتيني نكون بنتي؟ كنت مع صحابي في البار. ولكن يا بابا، شهود كيقولوا انهم شافوك ديك العشيه مع عائشه. فعلا انا كنت مع عائشه ووصلت حتى الكارتي. ملي قالت لي بغات تزور صديقتها زبيده خليتها ومشيت لحقت على صحابي. ابا بسمح لي نقول لك، هذاك الحرام اللي كتشرب راه ما كيزيدك غير مصيبه على مصيبه. يا بنتي يا بنتي الله يهديك، راني محبط طير وتكسر وجنوحه. شويتيني نعمل؟ خليها الله خليها الله. سي دريس، سي المفتش كينتظركم. الأستاذة ليلى الرادي، النائبة عن موكلي سيد دريس الرادي. متشرفين، تفضلوا. التقرير الطبي كيقول باللي الضحية تعرضت لضربة قوية في البطن ديالها، وهذا هو اللي تسبب في الموت ديال الجنين. هاد الشيء كاين سيد المفتش، وعلى أساسه تم اتهام وكيلي. والأهم من هذا هو الضحية عندها جرح عميق في العنق ديالها. هذا كيعني أنها كانت لابسة سلسلة ولا شي حاجة من هذا القبيل اللي دفعت المعتدي أنه يحاول ينطر منها بقوة. فعلا فعلا كانت لابسة سلسلة ديال الذهب معلق فيها دبلون مكتوب عليه الحروف الأولى ديال سميتي وسميتها.
إذن عنصر السرقة غادي نضيفوه لمحاولة قتل. كنظن سيد المفتيش أنه لا يعقل إنسان كينو يزواج من إنسانة بنهار يوعدها بزواج وبلي اللي حاول يتخلص منها. الاحتمالات كلها واردة، والتحقيق غادي يجيب الجديد. الو إيه انا الحطاب، هي على ديك الديره اللي وصيتك عليها. خلصوا مولين خلصوا. الحطاب غادي يتحرك معنا، الشاف بغاك. واحد دقيقه الله يجزك بخير. دقيقه لا نعطيك هي باش تمشي معنا. سيدي ما تعاودش ما تعاودش. السلام عليكم. بلاش كعرفتوا شي حاجه جديده؟ تفضل سي حط الرقص. دخل. لا سمح لي عفا الله. احسن. اخبار الخير؟ كاين شي حاجه؟ تقريبا. هي داك خينا عطار، ولكن بغيت نسولك، البورطابل اش جاي يدير عندكم هنا في كوميسارية؟ انت دابا كتسولني؟ إذن على هاد الحسبة نوض جلس في الماكينة ودير التحقيق. اسمح لي يا سيدي اسمح لي. مع ذلك غنجاوبك. البورطابل سيدي جاب لنا معلومات جديدة في قضية الاعتداء على عائشة. معلومات جديدة؟ شي قال الله يعفوها لك. يلا قلتي لي بلي ما بقيتش كتكمل. لا غير بعض المرات ملي كيتزير عليا راسي كنبغي وين علاش استدعيتوني؟ داكشي اللي كان عندي راني قلته في المحضر، ما بقى عندي ما نزيد. صافي حتى شي حاجه اخرى؟ ما عندكش شي معلومه جديده اللي غادي تعاوننا باش نثبتوا الجريمه على ادريس؟ او انا باقي ما ثبتاش. مع الاسف كيخصنا حجج قويه، لان جميع المعلومات اللي عندنا كلها ما هي غير اتهامات. ولكن انا رشته بعيني. انت شتي غير الخيال لان كان الليل والظلام. نزيد لك حاجه اخرى، المعلومه الاخيره اللي عندنا كتقول باللي الاعتداء على عائشه ما كانش من طرف واحد، جوج. فلي واه واه مفتش ولا كيكلمني في شكل ياك ما وركو على داك العبيل ديال البورطابل ديال اللي بكلشي. كل شيء بخير كل شيء في امان الله ايوا كل شيء بخير وعلى خير كل مصحه
داكشي امور صافا ابسط خابيا خابيا اللي تولدك عند راسي المفتش بلع الطعم ولا مازال يدار لي بالنس النار وحلت الحلقوم كانت فكره مزيانه هذيك ديال نعيطوا على البورطابل يجي لهنا ويشوفوا الحطاب باش حتى لو كانت بيناتهم شي حاجه غادي تبان علاش كدا غتلقى الحطاب كيجري للزناقي والدروبه كيقلب على البورطابل باش يعرفوا شنو قال لينا ولا اش بغينا واش شنو قلنا ليه عطيش غيجيك منها غادي تتبع ليا هذاك البورطابل وتعرفوا فين كيمشي وفين كيجي وفين كيسكن وشنا هي العلاقه اللي عنده مع الحطاب ودريس اما سيدي تفضل سمحي لي يا عائشة أنا السبب في كل ما جرى لك شحال قلت لك باللي هموم الدنيا كتقلب عليا وباللي طريقي مظلامة وكلها شوك وما تقتيش بيا لكن دابا لا يكفي من الحقرة ومن الغدر وأنا صابر لا أنا كنوعدك عائشة أنني غادي ناخذ لك حقك مهما كان الثمن والظالم لازم ما يتحقق لازم خرج من الغيبوبة تيلاد وكن غير الخير إن شاء الله بسلام الله غير تهنى بابا طب أكد لي أن عيشة تجاوزت مرحلة الخطر سامحيني يا بنتي ما حنتك معايا وشغلتك على القضايا ديالك قضيتي الكبيرة بابا هي أنت ما غادي نتهنى حتى يرجع الحق لماليه هكا سيد الحاج دوا ديالك انا طالع نصيب لك فراشك واخا جميل واخا مالك ياك لاباس عتقيني اختي ليلى عتقيني بالماء عتقيني بكوز ديال الماء ناري ليا شنطرة ناري ناري القفرت ديال الاخر ليا اش وقع اش وقع اسبوع وانا كنتسنى واليوم جات الفرصه المناسبه اللي خلى اللي كان المكتب ديال السفور يخاوي وي كيفاش مصيبه كحله هادي خليه تما ني جاي لا والو سيد الحاج غير قبيله اللي ما خرجتي طاحوا لك السوارت حتى من الباب لقيتهم حطيتهم لك فوق المكتب راهو معايا سيري شوف شحال واخا سيد الحاج ومن بعد واش غنقول لك اختك شداتها بجريه موقفت حتى طاف الشارع شديت الطاكسي وجيت عندك مباشره والوثائق كلها معاك معلوم ها هي تبارك الله عليك اختي زين ما تصوريش الخير اللي درتي فيا احيانا يا اختي ما تصوريش باب جهنم اللي حليت عليا باش نضمن لك سلامتك لازم ما تخسفي انت والوثائق حتى يطيح داك المجرم في يد العداله ولكن الوثائق ليش يبقاو معايا معاك انت هي غادي يكون في امان اكثر واش انت متاكد من هذا الكلام اللي قلتي تحريات يقولوا بان سفوري هو مول السياره غريب ولكن
شنو هي العلاقه ما بين واحد سمسار ومدير اداري ديال المصحه؟ حتى بسمسار وكل واحد يمكن يحتاجو. على كلنا اتجاه تا هو كيخصنا نبحثو فيه. شكون عارف؟ سامحيني ما محجوبه اللي جيت عندك في هاد الساعه من الليل، ولكن الا عرفتي علاش غادي تعذريني. هضري بنيتي، شنو واقع؟ هادي زينب مالها؟ خصها تحكي لك هي من بعد. اللي نطلب منك دابا ما محجوبه هو تخلى عندك واحد 3 ايام ولا 4 ايام. 3 ايام ولا 4 ايام بد ما نصفي شي امور، راه حتى واحد ما خصو يعرف انها عندك، لان حياتها في خطر. خطر؟ سيدريس انا عندي احساس انك مريء، ولكن كيخصنا معلومات اللي توصلنا للمجرم الحقيقي. اسيد المفتش انا كاع اللي كنعرف راني قلتهم. عارف عارف، ولكن كيخصنا معلومات جديده اللي تفيدنا وتزيد لينا الخدام. معلومات بحال هادشي. واحد الشخص في الليله ديال الحديث اجا كيسقسي على الحطاب وتلاقى معاه ودوجاب معاه في الهضره. وشكون هو هاد الشخص؟ حد اسمه الحاج الحس فوري. واضح من رد الفعل ديالك انك تعرفه مزيان. الله يا ودي، الله ياخذ فيه الحق، هو سببي في كل مجرى ليا. حلاش هو اللي كان ورا التهمه اللي تلفقت ليا هذه 14 سنه، بحيث شطبوا سميتي من لائحه ديال الاطباء ومنعوني انني نمارس المهنه. اذا الامور كلها هنا توضحت، ولكن كيتطرح سؤال. شنو هو السؤال؟ علاش هاد الحس فوري باغي يعاود ينتقم منك مره اخرى؟ السبب بنتي ليلى المحاميه اللي بدات هاد الايام كتنبش في الماضي وكتراجع الاحداث. كاين امي محجوبة؟ ايه كاينة، شكون اللي كيسول فيها؟ قول لها الحطاب. زيد يا وليدي زيد. مساء الخير امي محجوبة. يا ويلي وليدي فين هاد الغبرة؟ ما تسول فينا، ما تفتش فينا، يا ويلي. لا حيت قرب راه الشهر. لا حاجة امي محجوبة، غير الشطون والمشاغل. كيف قتل عائشة؟ شحال من مرة كنقول لها بعدي من داك المسخوط ديال دريس ولا بغات تسمع ليا؟ على ما في خبارك والو. ياك لاباس؟ ايوا الله يجيبك على خير. ماشي راه البوليس عرف شكون اللي تعدى لي على بنيتي؟ عرفوه؟ شكون؟ شي واحد كيقولوا لي السنفوري ولا ما عرفت السفوري. انت منين جاتك هاد الهضره مي محجوبه؟ المحاميه بنت دريس. وهي باش عرفات؟ وتبارك الله راه محاميه، راه هي اللي متبعه القضيه. شوف امي محجوبه، هادي راه غير هضره. شيكو كان هو مولف على كون قرقبوا عليه شحال هادي. الحجوج والشهود هما اللي كيحكموا، ماشي الهضره ديال الزنقه. لا تبارك الله، حتى هي محاميه وعندها ما تقول وحافظه صواريها وكدوي غير الحجوج والوراق. حجوج؟ اش من حجوج؟ هذيك الدريه اللي حلات لك الباب، راه خدامه عند هذاك الظالم. هزت لي شي وراق وشي عجب، إلا مشى طاح فيهم البوليس كان الله قطر. واش عارفه شنو كتقول يا امي محجوبه ولا غير كتهدرزي؟ يا ويلي على كنهدر زماني، انا باقا دريه صغيره. الو الو سيدي محجوبه هذه؟ يا سيدي هذه هي محجوبه، شكون اللي بغا؟ يا بنيتي غادرة تموت، عتقيني يا بنيتي، وزيدي شديني في الدراج، عتقيني يا بنيتي.
الو زينب ياك لاباس كيفاش وشكون خبركم بان عيشه في خطر منين كتكلمي دابا يعني خرجتو بجوج شوفي بقاو تما ما تحركوش انا جايه دابا زربانه شي خطه جديده هذه هذاك شغلي ما تنسيش بانني ماماك ما تكلميش معايا بهذه الطريقه هذه اجي بعدا شكون انت اللي تحاسبيني على الماضي انا ما كنحاسب حد انا بغيت الحق ارجع لماليه بارك عليا راسي غادي تطرطق ما بقيت نستحمل نسمع هذه الهضره هذه الهضره هي اللي خاصك تسمعي بابا كندير فيك الثقه الساعه انت خنتي العشرة اش من عار دار فيك انا غادي نجاوبك يا بنتي ذنبي انني بغيت نعيش على قدي وبما يرضي الله لكن ماماك كانت كتشوف الفوق وباغا توصل باي طريقه كانت وما كيهمهاش على حساب من المهم انها توصل يسمعوا كيهضر يقول ولي من اولياء الله حتى حد ما كيكره الفلوس شوف هاد الزمان قول لي شحال عندك نقول لك اش كتسوى مع الاسف ما تغيرتيش انا كنت كنظن مع الايام أنا غادي تضربي الفقد في راسك وغادي الضمير ديالك يفيق وتغيري ولو غير على قبل بنتك ساعة عاد ما زايدة فيه سمعي انتيا يا اما تفرقي مع هاد الحمق وترجعي للوثائق اللي سرقتي للحاج سفوري ولا ما انتي بنتي ما انا امك للاسف طريقة غير طريقك كنتمنى ما تكوني سأتي الاختيار انا اللي ضيعت لكم الوريقات كاع داكشي اللي درت بحال كبيت الماء في الرمله ما خصناش نزلو يدينا مادام الحق بجنبنا ما علينا الا نقاومو الا رجعت الوثائق للسفوري غادي يبلغ بيا للبوليس ما نضرش السفوري ماشي من مصلحته البوليس يعرف عليه شي حاجه سمحوا لي يا بنيتي انا هي السبب في هادشي اللي طرا انا كون حسبني هادشي غادي يوقع كون خليتها هي في الدار وخرجت غير بوحدي كلنا نعرف سبب هذا اللقاء ليلى احتراما للعلاقه اللي كانت بيناتنا ما كانش كيخطر لي في بالي واحد النهار غادي تمشي تحرضي موظفه صغيره باش تبدا تسرق في الوثائق الله يجيبك على خير راك ما عارف والو خاصك تعرف ان باك هو سبب 14 سنه من الحبس البابا للاسف ورط معاه ماما حتى هي سمع السفوري ما تحملنيش مسؤوليه اللي جرى حوريه الله يخليك الا ما تكلمي مع بنتك تكلمي معاها ترد لي الوراق ديالي والمستندات ديالي والا راه ما غادي تلومي الا راسها ما سمحلكش تمس ولا شعره من بنتي كتسمع الا كنت وقتك زمان لانني كنت ضعيفه طوعتيني وعلاش كنت بزز عليك عندك الصح لانني تخت فيك ومشيت في طريقك قول لي اشنو جنيت موراك غير الشوك والعذاب اش كاين لاش جايش باغي جيت نبارك لك الرجاء ديالك من السفر تبارك ليا ايوا سيدي الله يبارك فيك الله يعشر خطواتك ايوا سير دابا الله يهنيك على دخل الحمام بحال خروجه شاد الهضره شاد الاسلوب بغيتك تعطيني حقي حقك الى حق حقك راك خطيه وبالزايد بغيتك تزيدني مازال الفلوس 500000 درهم شحال 50 مليون نعمس واش تا عندك شي عقل ولا ما عندك شي كتفكر ولا ما كتفكرش واش تضربك الله ولا مالك واش خبرك البوليس مازال كيحقق في القضيه ماشي بعيد يوصل ليا وانا بغيت نامن على راسي بغيت نهاجر نبعد من هاد البلاد هاجر بعد دبر راسك شغلك هذاك انا مالي اجي يا قلتي ادريس شدوه البوليس كنظن بلي البوليس كوان هذا اتصلت لهم بلي ادريس بغى يقتل عائشه حقا حيت حامله منه لا ودابا شنو
انا قلت لك شوف راك ما غاديش تلوي مني السنتيم الاحمر على الحطام. واخا سيدي، حتى انا راني مستعد نتعاون مع البوليس باش نوصلهم لشفار بروفيسيونيل بحال سيادتكم. انا شفار الخبر كله في راسي، والوراق والديسكات اللي تسرقوا منك عندي نعمس. لي ديسكات والملفات عندك؟ ايوا عطيني نعطيك. واخا واخا. ايوا موعدنا غدا في 10 الليل قدام لوزير الماجور. وعلي عندك تعطل، لربما داكشي يطيح في يدين البوليس وفكايه من وحلتها. وانا نقدر سير دابا الله يعينك. قرب نقول لك زيد زيد عرفتي هادي ديال من؟ هادي ديال عائشة، لقاوها في هذيك الخربة اللي عندك. معنى هذا انك انت اللي سرقتيها. كاين هادشي ياك؟ لا شاف. لا لا شاف، راه عجلة تساليها سولها هي تقول لك كل شيء. درت والو والله ما درت شي حاجه، هما اللي قالوها ليا. شكون هادوما؟ لا دابا عائشه عطاتها ليا. ايه باش نبيعها. باش محزوزه على الفلوس. وما اخترت غير بيطالي بحالك انت هو اللي غادي يعتقها. راك بوحدك غتمشي فيها. راه حتى شي واحد ما غادي ينفعك. علاش نمشي فيها بوحدي؟ تا هو يمشي معايا. شكون؟ هو اللي قال لي تهداو عليها. شكون اللي قال لك تهدا عليها؟ طاب الشاف والله حتى الحطاب الشاف، انا راه ما درت والو. الحطاب هو اللي تهدا لي تهدا عليها. من أجل إشعار المعني بالأمر خارج من عرصة الزرقطون، لابس كوستيم زرق تاكسي وحمل معه ساك ديال البلاستيك وملف زرق.
ما عندي ما نتسلك، عند الكلمة معلوم؟ هنا هالأمانة بلاتي، شكون اللي يضمن لي باللي غادي تسكت وما تبقاش كل مرة غادي جاي عندي وتبتز في الأموال عارة عارة عارة؟ كذب عليك، ما عندي لك حتى ضم، ولكن خصك تثق فيه. نثق فيك؟ أنت آخر واحد يمكن لي نثق فيه. أسمع سي، هاد الهضرة عندك راه ما مقنعانيش. ما شتيش حالتي كي دايرة؟ هانت شوف، جامع حوايجي وباغي نهار. نمشي بحالك. خبرك بلي البوليس قرقبوا على البورطابل. وماشي بعيد لو بقيت متسرق هنا غيقرقبوا عليا حتى أنا. هرب. شنو مسوي؟ على القبال. أعطيني نعطيك. أرى الوثائق. وهالفلوس. أني ولي سنتي تنتقم من الموت واش عرفتي شنو درتي ولا ما عرفتي؟ سمعتو سمعتو بابا شنو قال؟ سمعتو هات تحركوا جمالش هاي بابا حكموا عليك بمدي مدي بني بني أنا اللي مسؤول على هاد الشي هاي طالسي يا رجل